واحد هندسة الإسكندرية يصنعون طائرة بدون طيار، استعادة الأمل. النهاردة في خبر رائع، هو أجمل أخبار 2017، إن طلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية دخلوا مسابقة عالمية في أمريكا، فيها عشرات الجامعات من أمريكا وكندا وأوروبا ودول أخرى، كانوا من بين العشر جامعات الأولى في العالم في هذه المسابقة. المسابقة إيه بقى؟ المسابقة إن الطلاب يصنعوا طيارة بدون طيار بالشروط التالية: نمرة واحد، إنها تطير لمدة ساعة كاملة. نمرة اتنين، إن هي تحمل مواد أدوية، هو الغرض من استخدامها إن لو في مكان عايزين يوصلوا فيه أدوية، مكان صعب لحروب أو مناطق نزاعات أو صراعات، فالطيارة دي توصل بالأدوية إلى هذا المكان أو أدوية عاجلة، أو إنها تصل إلى مناطق يكون صعب الوصول إليها لأسباب جغرافية أو ما إلى ذلك. يبقى الطيارة تطير لمدة ساعة، فيها صندوق أو داخل هيكلها هذه المواد سواء الطبية أو المواد الغذائية اللي تصل إلى مكان معين بيتم الإشارة إليه. الطلاب دول بدأوا السنة اللي فاتت عبر مشروع تخرج هذا الموضوع. شو بقى لما طلاب كلية الهندسة، ده المستوى الطبيعي لطلاب الهندسة في مصر، إن مشروع التخرج يفكروا في تصنيع طيارة بدون طيار. فالسنة اللي فاتت اشتغلوا في المشروع لكن لم يوفقوا في إن هم ياخدوا مركز عالمي. السنة دي في طلاب من رابع ميكانيكا هندسة اسكندرية انضموا للطلاب اللي قبل كده، ونجح الفريق الممتاز ده من أفضل طلاب وطالبات مصر في هندسة اسكندرية إنهم يصنعوا طيارة بدون طيار، صناعة مصرية كاملة 100%. الديل، المحرك، جسد الطيارة نفسه، جسم الطائرة، كل ده صناعة مصرية 100%. الطلاب والطالبات الممتازين دول اللي شرفونا كلنا بإنهم قدروا يصنعوا طيارة بدون طيار وياخدوا مركز ما بين العشر الأوائل في العالم في مسابقة مهمة في أمريكا، يستحقوا التكريم الرسمي والشعبي والعلمي. ولازم نحيي جامعة الإسكندرية، الرئيس السابق لجامعة الإسكندرية دكتور رشدي زهران اللي بدأ هذا المشروع في عهده، والرئيس الحالي لجامعة الإسكندرية دكتور عصام الكردي اللي نجح هذا المشروع في عهده. والحقيقة شيء يدعو للفخر لكل مصري ولكل طالب إن طلاب ينضجوا مشروع تخرج فيصلوا إلى تصنيع طائرة بدون طيار. هذه الكوكبة هي النموذج الذي ينبغي أن يكون عليه الطلاب في مصر. وقلت قبل كده لحضراتكم إن في جامعات كتيرة حول العالم بتصنع أقمار صناعية وطائرات بدون طيار ومفاعلات نووية بحثية، وده المستوى المناسب الآن لمشاريع التخرج في الكليات المرموقة في العالم. هندسة اسكندرية لما تصل لهذا المستوى، ودي الكلية اللي قبل كده كان، أو الجامعة اللي قبل كده منها الدكتور أحمد زويل ومنها الدكتور يحيى المشد، يعني جامعة اسكندرية قدمت العالم النووي الكبير يحيى المشد، وقدمت كبير علماء الكيمياء في العالم الدكتور أحمد زويل، ودلوقتي نفس الجامعة اللي بتدعو للفخر جامعة الإسكندرية بتقدم أول مشروع تخرج ناجح يفوز في مسابقة عالمية لتصنيع أول طائرة بدون طيار، صناعة مصرية 100%. تحية لطلاب كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، صناع الأمل.